كابتن محمد برحب بيك من جديد ومع حضرتك الكلمه مره ثانيه. اهلا بيك يا كابتن محمد، صباح الخير وصباح الخير على مشاهدين اون. والله انا بقول الحمد لله. طبعا الموضوع كان صعب جدا لان المده الزمنيه كانت قليله جدا، عدد الماتشات اللي كان متبقي كان قليل جدا. الحمد لله طبعا من خلال متابعتنا لفرقه نادي الاتحاد والماتشات اللي كانت بتلعبها خلال الفترات اللي احنا كنا فيها بره النادي، فطبعا كان وضع طبيعي جدا ان احنا نقدر نكون عندنا معلومات كافيه عن اللعيبه وعن طريقه اللعب وعن شكل الاداء وعن مكونات ومواصفات كل لاعب من اللعيبه. والاهم من كده ان انت عشان تقدر تدخل على فرقه في نص الموسم، فما بالك بقى احنا داخلين على فرقه في نهايه الموسم، لازم تكون عارف. لا ومش نهايه موسم بس، انت داخل كمان على فريق يعني خلاص بشارع الهبوط، يعني درجات صعوبه عاليه جدا. طبعا فلازم انت تكون عارف الفرقه دي كويس، عارف المشاكل المتواجده في الفرقه دي بشكل كويس، والاهم من ده كله ان يبقى عندك الحلول للمشاكل دي، والا مفيش داعي لدخولك لانك مش هتقدر تقدم جديد. يعني هو مين هيكون ادرى يعني بنادي الاتحاد السكندري غير احد ابنائه اللي دايما بيظهر في الاوقات الصعبه؟ كابتن محمد عمر طبعا. يعني والله الحمد لله، الحمد لله يا ابو حميد، يعني الدنيا كانت بالنسبه لنا طبعا واضحه جدا من خلال متابعتنا للفرقه للفترات اللي قبل كده، وكان في بعض المشاكل اللي موجوده او بعض السلبيات اللي موجوده في الفرقه، وزي ما بقول لك المساحه الزمنيه كانت قليله جدا جدا بالنسبه لنا. احنا يمكن لما رحنا مباراه الاسماعيلي احنا اتمرنا يوم واحد، وكان ثاني يوم هنسافر على الاسماعيليه. المده الزمنيه اللي بين مباراه الاسماعيلي وبين مباراه البنك الاهلي تقريبا كان في 8 ايام، دول اللي عملنا فيهم المعسكر، وتقريبا دول الفتره الوحيده اللي احنا قدرنا نشتغل فيها مع الولاد داخل الملعب عشان نقدر نصحح بعض الاوضاع السلبيه. طب محمد، يمكن انا عارف علاقتك بالكابتن محمد عمر بشكل يعني قوي جدا، اول ما يعني جت ليكوا المسؤوليه والقرار يعني اسناد المهمه ليكوا، قعدت اتكلمتوا قلتوا ايه؟ قلتوا هنحضر ازاي؟ زي ما انت بتقول كده كان عندك ماتش بعد يوم واحد مع النادي الاسماعيلي، والنادي الاسماعيلي آخر هو الاخر محتاج نقاط المباراه، وكان الصدام هيبقى قوي ما بين الفريقين، كنتوا بتقولوا ايه لبعض؟ وكان ايه هدفكم؟ وكنتوا متخيلين الصوره هتمشي ازاي؟ هو اولا طبعا عشان نفكر ان احنا ندخل ولا لا ما كانتش موجوده طبعا. يمكن نقدر او يبقى عندنا مساحه ان احنا نفكر لو مش في نادي الاتحاد، لكن في نادي الاتحاد ما عندكش الاوبشن بتاع ان انت تقدر تفكر ان انت ترفض، لان انت حاسس ان بيتك محتاج لك، فانت بتضحي باي شيء، ومش بتضحي لان هو ده الوضع الطبيعي لنادي الاتحاد، وده اللي يستاهله نادي الاتحاد مننا، لان لولا نادي الاتحاد ما كانش ولا حد فينا بقى له اسم في الكوره ولا في تاريخ الكوره ولا اي حاجه خالص. فطبعا كان وضع طبيعي ان احنا يمكن قعدنا مع بعض، يمكن ليله ما الاستاذ محمد مصلح يكلم الكابتن عمر قعدنا بالليل شويه وعملنا اجتماع للجهاز، واتكلمنا في شويه نقط كده بالنسبه لتحديد الشق اللي احنا هنشتغل فيه. ده كان عندنا تاني يوم تدريب واحد، واليوم اللي بعده هنسافر اسماعيليه، فاشتغلنا في التدريب ده بشكل كبير على كيفيه الوقفه حتى بتاعه المدافعين، التمركز، الرقابه، الضغط، التغطيه، الكلام ده كله. احنا كنا شايفين ان في سلبيات كتير في دفاعاتنا. الماتش ده بصراحه يعني كنتوا انتوا قاب قوسين والله، اللي انتوا تاخدوه كان اداء غير عادي وكان مختلف جدا، وكان على ارض نادي الاسماعيلي، فكانت مباراه قويه جدا وبان بصمات الجهاز الفني مع الفريق في الماتش. والله الحمد لله، الحمد لله. بعد بقى مباراه الاسماعيلي طبعا كان في شق نفسي بالنسبه للولاد، ان هم برضو بيعانوا من النتائج وسوء النتائج خلال الفترات دي، وحسوا خلال مباراه الاسماعيلي ان هم ادوا بشكل كويس، صحيح، ومع ذلك برضو ما حققوش نتيجه ايجابيه. فالحمد لله كان عندنا مساحه زمنيه تقريبا كان في 8 ايام بين مباراه الاسماعيلي ومباراه البنك الاهلي، وعملنا معسكر مغلق واشتغلنا، وفي فترات اشتغلنا فيها الصبح وبعد الظهر. طبعا خلال الفتره الاخيره من الدوري صعب ان انت تشتغل في شق بدني، فتدريبات الصبح وبعد الظهر كانت بتتوقف على اشكال خططيه وتمركزات في الشق الدفاعي، في جزئيه الاستحواذ، في الاستلام، في التسليم، في التحرك، في التعامل مع الكوره قدام المرمى، في الكرات العرضيه، في الكرات الطوليه، في التسديد، في الاختراق. الكلام ده كله الحمد لله اشتغلنا عليه، والحمد لله انا بشكر اللعيبه جدا ان هم استوعبوا في مساحه زمنيه قليله، وظهر عليهم الكلام ده كتير جدا في مباراه البنك الاهلي ومباراه الزمالك. بالتاكيد شفنا ده وظهر، وفعلا كان النتيجة لنادي الاتحاد السكندري بقى في المركز 12 وبقائه في دوري الأضواء والشهر، ده كانت المهمة الأولى والأساسية. التقرير الفني سريعا كده اللي قدمتوه في نهاية المشوار، هل تم تحديد المراكز اللي محتاجها نادي الاتحاد السكندري؟ تم تلويح أو الإشارة لبعض اللاعبين اللي ممكن الاستغناء عنهم في الموسم القادم؟ هو مفروض طبعا الكابتن عمر حضرتك عارف ان هو في مباراة المحلة كان يمكن تعب شوية قبل المباراة بيوم،
وراح المستشفى وكان تعبان وغادر، وبعدين الدكاتره ربنا يشفي عافيه يا رب. سامعني كده يا محمد؟ تمام. اه والدكاتره نصحوه بس بالراحه لفتره، ويمكن كان المفروض عنده ميعاد مع الاستاذ محمد مصلح امبارح، فالميعاد اتاجل شويه يومين عشان الكابتن عمر محتاج راحه، والدكتور نصحه بالكلام ده ان هو لازم يريح. فاعتقد ان هتيجي جلسه هتجمع الكابتن محمد عمر مع الاستاذ محمد مصلح خلال اليومين اللي جايين. وطبعا اكيد الكابتن عمر مأكد في التقرير بتاعه اللي احنا شفناه خلال الخمس مباريات دول او المساحه الزمنيه 21 يوم بالتحديد اللي احنا اشتغلنا في يوم. وطبعا التقرير لازم بيشمل هو كل بقى الجانب الفني المراكز وان شاء الله يعني في امل ان يبقى في استمراريه للجهاز الفني مع نادي الاتحاد في المرحله القادمه. اعتقد هو كابتن عمر الحقيقه كان رافض الفتره اللي فاتت، فما اعرفش بقى خلال اللي هيحصل في الاجتماع محمد مصلحي اللي ممكن يحصل يعني. لكن في الاول وفي الاخر انا بشكر مجلس الاداره وبشكر الجماهير وبشكر اللعيبه على الدعم والمسانده الكبيره جدا اللي كانت معانا خلال الفتره الاخيره دي، واتمنى كل خير طبعا لنادي الاتحاد في الفتره اللي جايه ان شاء الله ان شاء الله. شكرك، شكرا جزيلا كابتن محمد نور المشرف العام على الكره او كابتن المدرب العام لنادي الاتحاد السكندري، شكرا جزيلا لك. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل نستكمل سوا ما تبقى من اخبار. اتمنى ان تبقوا معنا.